المقابلة اليوم يعني كما كيعرف الجميع أن فريق المغرب التطواني كيحتل المرتبة من بعدنا يعني نقطة واحدة. مباراة كانت صعيبة، مباراة كما قلنا اللاعبين مباراة ديال 6 نقاط، يعني اللي فاز يمكن بحال فاز ب6 نقاط، كانت صعيبة عرفنا غتكون الدور في الظروف هذه. الشوط الأول كان متكافئ، ولكن شباب محمدية جاو فرص أكثر من المغرب التطواني، ضيعنا فرص وأدينا الضريبة في الأخير. المغرب التطواني الشوط الثاني كان أفضل منا بكثير، وبانت العياء علينا لان كما كتعرفوا 10 الحصص ضاعوا علينا في الاسبوع الماضي الاسبوعين الماضيين. لعبنا 2 مباريات في ظرف 15 يوم، دربنا حصه واحده في 15 يوم يعني، وهذا الشيء ظهر عياء عليه ظهر بين علينا خصوصا في الثلث ساعه الاخيره، لان المغرب التطواني كان واضح وبين ان قريب من التسجيل خصوصا في الثلث ساعه الاخيره، وهذا ما تاتى. فكنعتقد ان المباراه اليوم كان فيها شوطين، شوط شباب محمديه اللي ما استغلناش فيه الفرص ديالنا، والشوط الثاني المغرب التطواني اللي استغل فيه الفرصه وكان افضل بكثير وبيستاهلوا الفوز بكل صراحه. نقول لهم مبروك ونقول شباب محمديه ان شاء الله لازم نخدموا ونعوضوا ان شاء الله في المباريات القادمه، لان تابعنا خدمه بزاف. نتمنى ان شاء الله الامور تقاد باش ان شاء الله نمشيو في المسار الصحيح.